وانا بقى بتكلم على الصحافه حقيقه بيعجبني امرين في الصحفيين والزملاء الصحفيين اللي هم بيعملوا في هذه المهنه الشديده الحساسيه، واللي في نفس الوقت برضو الحقيقه بيبقى في نوع من انواع الجهد الزياده في هذا الاطار. زميلتنا العزيزه الاستاذه ناهد السيد، وهي كاتبه صحفيه في الاهرام، الحقيقه كان ليها ندوه، يعني خلينا اقول ندوه كانت عاملاها في نقابه الصحفيين لكتاب عاملاه اسمه لالوبه. لالوبه، واخدين بال حضراتكم من الاسم؟ وكان عاملين حفل توقيع للكتاب في نقابة الصحفيين، ممكن حضرتك تشوفوا بعض الصور ليه. كان بينكش الكتاب الدكتور أسامة أبو طالب، أستاذ الدراما والنقد بأكاديمية الفنون، وأستاذنا الكبير الأستاذ أحمد الشهاوي، والكاتبة الصحفية الأستاذة أماني القصاص. وده سيرة ذاتية لزميلتنا العزيزة الأستاذة ناهد السيد مع مرض الزئبق الحمراء. عارفين اللي عجبني في الموضوع؟ احنا هنا بنصارح مجتمع. هذه السيدة الجميلة بشكرك، أشكرك على جهدك، وأشكرك على مكاشفتك، وأشكرك على إنك عايزة توعي مجتمع، وأشكرك إنك عايزة تقولي كلمة طيبة، وأشكرك إن عايزة تنقلي الخبرة اللي مريتي بيها وإن كانت خبرة مؤلمة في هذا الإطار ده، الأستاذ أمان القصاص، الدكتور أسامة أبو طالب، والأستاذ أحمد الشهاوي. فالحقيقة أنا بأتمنى لك كل الصحة والسعادة. يعني هي معانا على التليفون يا شباب؟ طيب أنا بشكرها على الرسالة بتاعتها في هذا الإطار، بتقول للناس إنه كتابي مليء بالمغامرات النفس البشرية أثناء رحيلها عن الجسد وأثناء الوجع والتألم، وفي نفس الوقت هي بتتكلم على سيكولوجية المرأة، ان ازاي تتعامل مع مثل هذه الامراض. لانه البعض يقول لك انا عندي الزئبق الحمراء، يا دي النيله بلد حد مش عارف ايه، وانا خلاص حياتي انتهت وما عادش ليا قدره على لو هات الصوره ربنا يديها الصحه، صوره فيها يعني الست فيها كل التحدي، يعني صوره ناهد وهي ماسكه البوكيه الورد والكتاب فيها كل التحدي، ان انا سيدة الحمد لله رب العالمين قادرة على الانتصار على المرض، وقادرة على مواجهة الحياة، وقادرة على العيش في الحياة، وقادرة على مواصلة رحلة الكفاح ورحلة الكتابة ورحلة الصحافة اللي أنا بدأتها في أول حياتي، يعني بقالها مثلا مش عايز أكبرها 20 سنة مثلا، 25 سنة أو أكتر. فربنا يديها الصحة، وكل الزملاء اللي عندهم قدرة انهم يشرحوا تجربتهم الشخصيه مع الحاجات المؤلمه دي، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اشرحوا للناس، وعوا الناس، قولوا للناس، حددوا الاطر المعينه لمثل هذه الامراض، عشان الناس واحد زي ما قلت لحضرتك كده عنده الزئبق الحمراء ولا عنده الزئبق الحمراء، هي مش او بني ادم عنده زئبق الحمراء مش فاهم الموضوع رايح فين، مش عارف، او عنده مرض معين، مرض وحش، فهو عايز يطرح التجربه. يعني الله يرحمها رحمه واسعه استاذتنا العظيمه الاستاذه انيسه حسونه، لما كانت مرت بتجربه السرطان وكتبت كتاب عظيم في هذا الاتجاه، وساندها بكل قوه زوجها العظيم وبناتها، وساندوها الحياه بكل قوه في هذا الاطار عشان تطلع بالكتاب. طلعت بالكتاب، وسمعت حوارها الجميل مع زميلتنا العزيزه استاذة منى الشاذلي، فهذا تروح بتحكي وبسعادة وبتحكي على جوزها، وجوزها بيحكي عليها وهو لاخره. فالحقيقة التجربة بتبقى مؤلمة، بس اما بتحكي بتوعي، اما بتحكي بيصدر من عندك نوع من انواع، خلينا نقول كده، نوع من انواع الوعي الغير مرئي. خلي بالكوا في 1 2 3 4 في هذا الاطار، وبيبقى للعوام، بيبقى للناس كلها، مش لشخص بعينه يعني. فالتجارب اللي زي دي تجارب قاسية جدا. في متابعات ومتابعين مع بعض على تويتر بيمروا بنفس المرض، هو مرض السرطان،
والحقيقة لما بيخلصوا أو بيحكوا على تجربتهم في هذا الأمر أنا ببقى مبسوط جدا أنه انتصروا في النهاية. وحتى لو المرض انتصر عليهم ففي النهاية هو كان في نوع من أنواع التوعية في هذا الإطار. فكل الشكر والتقدير لأي حد بيمر بتجربة عصيبة، لأي حد بيمر بتجربة صعبة عشان يقدر يتجاوز هذه التجربة بأحداثها والآخر، ويجي يقول للمجتمع لا خلي بالكم في مشكلة خطر هنا في هذا الإطار. فالاحترام والتقدير لكل شخص يمر بأزمة وبيسعى ان هو يشرحها للناس.